هدف بلينجهام في مرمى سيلتا فيجو الذي ينقذ الريال من التعادل في الدوري الإسباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استطاع النجم الإنجليزي جود بلينجهام من تسجيل هدف الريال الأول والوحيد برأسية متقنة في مرمى سيلتا فيجو بصناعة من خوسيلو، وبذلك انتهت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو مساء اليوم الجمعة على ملعب بلاديوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بفوز المارينجي بهدف سجله جود بلينجهام، ويصل الريال للنقطة التاسعة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة واحدة في المركز الـ16. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.